متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاقاتنا الصباحية مع سن الجذاع، نتابع وإياكم هذا الشوط وهو الشوط الرئيسي للعمانيات. نتابع وإياكم اندفاعة هذا الشوط وانطلاقة هذا السن، سن الجذاع. المسافة هي 5 كيلومترات. نستمتع وإياكم بمجريات هذا الشوط وهذه المنافسات في هذا المحلي الثالث. نتابع وإياكم المركز الأول والمقدمة هناك مع رعد بريك بن عجيان بن بريك المجدور على المركز الأول على المقدمة، بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني مشغل علي بن سعد بن راشد العنزان النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث اللي قادم هناك القحيدي، وأيضا القحيدي عند سالم بن محمد بن طالب بن عقيل على المركز الثالث وغير على المركز الثاني. المركز الرابع نشوف اللي قادم هناك شرط متعب بن عبد الله بن راشد الف هيدان، ولكن ارى الشعار اللي تسلل هناك بنت رحيب اللي تسلل من الجانب الايمن مميز عبد الهادي بن حمد بنت رحيب بن نايفه غير من الجانب الايمن وانطلق في هذه اللحظات على ثالث المراكز. هذه النتيجه مع الخمس المراكز الاولى لايضا النداء الاول في هذا الشوط الرئيسي للعمانيات واندفاع هذا السن، سن الجذاع. المركز الأول نعود إلى المقدمة إلى المجدور على المركز الأول بريك بن عجيان يقدم لنا في هذا الشوط رعد على المركز الأول مندفعا بشعاره مع المقدمة. يا السلام يا السلام بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع. نتابع المركز الثاني، هذا المركز الثاني نشوف هنا القدوم من القحيدي بشعار بن عقيل سالم بن محمد بن عقيل هنا مع المركز الثاني مندفعا مرافقا القحيدي في هذا الشوط الرئيسي. المركز الثالث نتابع القدوم مع مميز عبد الهادي بن حمد بنت رحيب بن نايفه الهاجري. المركز الرابع شوف القدوم واول ندى للوسمي لخالد بن ناصر بن راشد المقارح على المركز الرابع هنا في هذه اللحظات مع انطلاقته مع المركز الرابع، ولكن أرى هنا شاهين لبريك بن طالب بن هادي بن هليل مع المركز الرابع. المركز الخامس نشوف القدوم مع شرط لمتعب بن عبد الله بن راشد ألف هيدان مع المركز الخامس. هذه النتيجة والخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى، والعودة مرة أخرى إلى شعار بريك بن عجيان. يا السلام ينطلق مع المقدم مع الشوط الأول، الشوط رئيسي يا بريك. هنا المقدمة، هنا الصدارة في هذه اللحظات باندفاعة شوط العمانيات وانطلاقة المراكز الأولى، بينما النقلة على المركز الثاني. نشوف المركز الثاني القحيدي على المركز الثاني بأيضا شعار سالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت على المركز الثاني مندفعا في هذه اللحظات بانطلاقته مع المركز الثاني. المركز الثالث هذا الشعار خطير اللي ايضا قادم شاهين بريك بن طالب بن اهليل على المركز الثالث باندفاعة شاهين ولوحة الكيلوين المتبقية من عمر هذا الشوط. المركز الرابع نتابع هناك القدوم من مميز على المركز الرابع في هذه اللحظات بشعار عبد الهادي بن حمد بنت رحيب بن نايف هنا في هذه اللحظات. المركز الرابع بدأ يتسلل في هذه اللحظات على المركز الرابع، هناك شعار متعب بن عبد الله بن راشد ألف هيدان قادم في هذه اللحظات مع شرط. المركز الخامس، المركز الخامس الوسمي صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، ولكن نعود إلى صراع المقدمة. صراع المقدمة يا سلام، رعد وشاهين، شاهين بدأ يتسلل، شاهين عينه على الناموس هنا في هذه اللحظات، ولكن رعد شوفوا رعد ما شاء الله تبارك الله أيضا بدأ يزيد من سرعته، ما طاع يسلم الصدارة. الشوط رئيسي يا بريك، يا سلام مندفعا برفقة رعد في المقدمة، لا أيضا بريك بن عجيان يا سلام
الأيام مندفعا في هذه اللحظات المركز الثاني شاهين بشعار بن هليل. يا سلام مندفعا مع بريك بن طالب. يا سلام المركز الثالث أول ندى هنا لدليل ناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ. ولكن شوفوا اللي وصل، شوفوا القادم هناك الكاسر محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان، أيضا وصول آخر وانطلاق آخر من ذياب منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين. نعود إلى المقدمة، صراع المقدمة مع بريك وبريك. يا سلام، بريك بن عجيان وبريك بن هليل. يا سلام، اندفاع والأروع مع هذا الشوط الأول. هنا الشوط الرئيسي رعد وشاهين ورعد. الأمتار مع 800 متر الأخيرة، 800 متر على الفوز على الانتصار. ورعد في الصدارة، قام راس وعينه على أنه ينهي راس. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء. بريك بن عجيان، يلا يا أبو عجيان. وش تنتظر؟ اندفع مع الشوط الأول، مع الشوط الرئيسي للعمانيات. ولكن شاهين المنافسة حامية مع المركز الأول والثاني. هنا رعد وشاهين، رعد مع بريك بن عجيان وشاهين مع بريك بن طالب بن هليل. الله يا رعد على المركز الأول على المقدمة. رعد مندفعا بهذا الأداء والنجومية العالية مع بريك بن عجيان. هنا المجدور، يا سلام باندفاع والأروع مع هذا الانطلاق والمقدمة. نتابع في هذه اللحظات هنا المقدمة مع رعد وشاهين ورعد. ولكن رعد، تهانينا يا بريك بن عجيان يا المجدور، سلام صباحي، يقوم راس وينتهي راس. تهانينا على هذا الفوز والانتصار، وساعة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار في هذا الشوط. المركز الثاني شاهين لبريك بن طالب، أيضا بن هليل. المركز الثالث الكاسر محمد بن جر الله بن ضرمان. المركز الرابع مضيم لعمير بن فهد بن شنار القحطاني. المركز الخامس وصل ذياب منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين. هذه النتيجة مع المراكز الأولى المنطلقة. نتابع وإياكم. هنا رعد يصل بكل سلام وأمان في هذا الشوط الأول الرئيسي للعمانيات. تهانينا، التوقيت الزمني 7:45، 33 جزء من الثانية. تهانينا لبريك بن عجيان بن بريك المجدور. المركز الثاني وصل شاهين 7:46 و11 جزء من الثانية. تهانينا لبريك بن طالب بن هليل على هذا الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث وصل الكاسر أيضا بشعارك يا بن ضرمان. هنا في هذه اللحظات 7:51 و27 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري. تهانينا والناموس للجميع. شوطنا المنطلق هو الشوط الخامس.